70 مليون مشرد في العالم كلهم من المسلمين. للأسف الشديد إن أرقام المشردين في العالم اللي هم النازحين واللاجئين بتزداد يوما بعد يوم. يعني 2017 عن 2016 3 مليون نازح ولاجئ جداد. نازح اللي هو بيسيب بيته ومدينته ومنطقته لكن جوه الدولة، يعني مثلا لو في سوريا يبقى ساب حلب لكن ما سابش سوريا، إنما اللاجئ اللي ساب الدولة السورية كلها وراح مكان تاني في أوروبا أو في آسيا أو في أي مكان. يبقى إذن النازح هو الذي بلا منزل ولا مأوى لكن داخل حدود الدولة، اللاجئ اللي هو بلا منزل ولا مأوى خارج حدود الدولة، والاتنين بلا منازل وبلا بيوت وبلا حياة، سواء قاعدين في خيام أو ماشيين عبر البحار بيحاولوا يصلوا إلى مكان، أو قاعدين مشردين في أي مكان في العالم. الرقم ده في العالم طبق الأمم المتحدة 68.5 مليون سنة 2017، بنتكلم على 70 مليون إنسان، رقم خرافي جدا. إنما المدهش إن كل هذا الرقم تقريبا، ولما نقول كل مش معناه كل بالعدد، ممكن يكون في أقلية من غير المسلمين، إنما الأغلبية الساحقة من 70 مليون مسلمين، اعتبر إن كلهم من المسلمين. خمس العدد ده، الخمس لوحده فلسطينيين، بعد كده الأفغان، السودانيين، الصوماليين، الأقلية المسلمة في بورما، دول الخمسة الكبار في 70 مليون كلهم مسلمين. يعني حتى في بورما يبقى الأقلية المسلمة، أفغانستان، فلسطين، السودان، بنتكلم على أغلبية مسلمة في هذه الدول. إذن أرقام مخيفة جدا تتمدد يوما بعد يوم. أعداد النازحين 40 مليون، أعداد اللاجئين 30، يبقى 30 زائد 40 يساوي 70. العالم كله حوالي 7 مليار نسمة، معناه إن 1% من سكان العالم مشرد، إما نازح وإما لاجئ. ده غير المشرد الفقير، هنا كلمة مشرد نستخدمها للتعبير فقط عن النازحين أو اللاجئين، لكن في ناس أصلا مشردة ما عندهاش بيوت مش محسوبين من بين هذا الرقم. نتكلم على الناس اللي هم لأسباب تركوا أوطانهم أو تركوا مدنهم أو تركوا ديارهم. نتكلم على 40 زائد 30 يساوي 70، من 7 مليار، يعني 1%، يعني من كل 100 بني آدم في العالم في واحد فيهم مشرد، إما نازح أو لاجئ. لو استمر هذا الوضع ده معناه العالم بيواجه كارثة إنسانية كبرى. من المذهل وما يوجب التوقف أن كل اللاجئين وكل النازحين من المسلمين للأسف الشديد.